السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنكمل حل ملحق كتاب جيم للصف الثالث الإعدادي الترم الأول العام الدراسي 2025. هنحل إن شاء الله بوكليت أون جوينج صفحة 5 إن شاء الله. هنكمل 4 كلمات من ضمن 6 كلمات في هذه الفقرة. uncomfortable يعني غير مريح، comfortable مريح، first أول، carries يحمل، transport يعني وسائل النقل أو النقل، we carry يعني يحمل. The Cairo Metro is the fastest form of space in the capital. مترو القاهرة هو أسرع وسيلة من وسائل النقل. The transport number one. It is the space metro system in Africa. هو أول نظام مترو في أفريقيا. أول يعني first. عشان ذا صيغة تفضيل. And the first in the Arab world. والأول في العالم العربي too. أيضا. It was opened in 1987 as line افتتح سنة 1987 as line 1 اللي هو الخط الأول from Helwan to Ramses Square with lanes ثانية واحدة. With lanes of 29 كيلومترز بطول 29 كيلومتر. It is based nearly 4 million passengers every day. هو يحمل 4 مليون راكب كل يوم. هنا it هياخد فعل مضاف لي اس عشان ده مضارع بسيط، يبقى carries number 3. It's an easy and space way to go around the city. انه طريق سهل ومريح، يبقى comfortable للدوران حول المدينة او التجول حول المدينة. بعد كده ان شاء الله اسئلة التصحيح. My son goes to school 7:30 every day. 7:30 على الساعة 7:30 كل يوم. الساعات بتاعه حرف الجر at. The film start in 20 minutes. الفيلم هيبدأ في خلال 10 دقائق، برضو مضارع بسيط يبقى starts لأن الفيلم مفرد بضيف له اس. The show begin at 6 o'clock. العرض هيبدأ الساعة 6، برضو اللي هي العروض والجداول والساعات دي بس هنضيف فيها مضارع بسيط. يبقى كده العرض مفرد يبقى ضيف الفعل اس يبقى begins معناه يبدأ. السؤال الرابع the doctor's office is open at 9 a.m. to 5 p.m. on Wednesdays. اللي هو عايز يقول مكتب الدكتور أو عيادة الدكتور بتفتح من الساعة 9 لحد الساعة 5. طالما من يبقى from to يعني من إلى. The bank close at 4 o'clock. البنك بيغلق الساعة 4. هنا بنك مفرد والمضارع البسيط وفي ساعات يبقى البنك مفرد بضيف الفعل اس فيبقى closes. Take the first road your right. Road right على اليمين. على اليمين بتاعت حرف الجر on مش in. On your right على يمينك. بعد كده إن شاء الله صفحة 6. السؤال الأول nobody likes to live in the space. It's very hot with no water or plants. لا أحد يحب أن يعيش في إيه؟ إنها حارة جدا لا يوجد مية ولا نبات. countryside reef jungle أدغال أو غابة. desert صحراء forest غابة. desert صحراء الإجابة letters. السؤال الثاني I love the city. أنا بحب هذه المدينة. It has space buildings, interesting monuments, and lots of gardens. إنها فيها مباني إيه؟ آثار ممتعة، وفيها كمان فين؟ And lots of gardens وحدائق جميلة. يبقى كده terrible فظيع، ولا horrible فظيع، ولا attractive جميل أو جذاب، وأقلي أقلي يعني قبيح. يبقى أنا إيه بحب المدينة ديت لأن فيها مباني جميلة أو جذاب. Attractive إجابة ترسي. بعد كده السؤال الثالث the train to Aswan and the train to Mansoura both at 6:20 a.m. هنا طالما في ساعات وجدول مواعيد بستخدم مضارع بسيط تمام كده، وعندي هنا القطار الى اسوان والقطار الى منصوره كده جمع، يبقى جمع في المضارع البسيط بياخد فعل في المصدر، فعل في المصدر يعني بدون اضافات. يبقى هل هي هتبقى ايه؟ سنجيب قلم عشان نعمل استبعاد. ليف ادي فعل في المصدر بدون اضافات، ليف اخرها اس، is leaving اخرها ان جي، we are leaving اخرها ان جي برضه، يبقى نختار الاجابه لتر ليف يغادر. بعد كده السؤال الرابع my favorite program is based at 22:30 as usual. برضه انا عندي هنا ساعات كمان والبرامج التلفزيون بتبقى مواعيد ثابته، يبقى مضارع بسيط برضه، البرنامج مفرد يبقى فعل اخره اس. هنا تو ستارت مش هترفع، ستارت مصدر، ستارتنج اخرها ان جي، ستارت اخرها اس.
بعد كده الباسج إن شاء الله. Some people think that Sydney in Australia has the best transport in the world. بعض الناس يعتقدوا أن طرق اللي هي وسائل النقل في مدينة سيدني في أستراليا هي أفضل الوسائل في العالم. Why؟ لماذا؟ Because trains, buses and ferries travel to all parts of the city. لأن القطارات والأتوبيسات والعبارات بتنتقل إلى كل الأجزاء في المدينة. Come football buses, أتوبيسات مريحة. Go to the nearest beaches, بتروح للشواطئ القريبة. Such as Bondi, مثل شاطئ بوندي. If you want to go somewhere quickly, لو عايز تروح أي مكان بسرعة. Fast trains leave from central station for many places. أن القطار السريع من بيرحل يعني من المحطة المركزية في كثير من الأماكن. Including the airport, بالإضافة إلى ذلك المطار. It is quiet on the water. Also, ferries are peaceful and they are also easy to use. طبعا كده العبارات هي هادئة وبتسافر على وسهلة الاستخدام طبعا على المياه. It is interesting to see the famous buildings from the water too. إنه شيء ممتع إن أنت تشاهد المباني المشهورة من على المياه أيضا. What is the main idea of the passage؟ الفكرة الرئيسية لهذه الفقرة. ممكن نقول الجملة دي على فكرة. Some people think that Sydney in Australia has the best transport in the world. أو نبدأ من the، هنكتب Sydney in Australia، شيل استراليا عشان نقلل العنوان شوية. Sydney has the best transport in the world. Sydney لديها أفضل وسائل النقل في العالم. السؤال الثاني. What is the fastest kind of transport in Sydney؟ ما هي أسرع وسيلة في سيدني؟ هنا القطار السريع يبقى train. فين 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 قطار؟ أي fast trains. What does underlined they refer to؟ ضمير they يشير إلى إيه؟ هنا بيقولي from central station for many places including the airport. It is quiet on the water, so ferries are peaceful and they are also easy to use. كمان عندي العبارات سهلة إن أنت تستخدمها، يبقى كده زي عايدة على ferries العبارات أو المعديات. يبقى ديت نمبر 3. أرفع الصفحة. People in Sydney use space on water. الناس في مدينة سيدني بيستخدموا إيه على المياه؟ فيريز المعديات اللي جايبة لترسيب. السؤال الخامس. You can use space buses to go to beaches in Bondi. يمكنك أن تستخدم الأتوبيسات إيه للذهاب إلى الشواطئ في بوندي. يبقى كده الأتوبيسات المريحة عشان حسب الفقرة. بعد كده إن شاء الله صفحة 7 هنكمل بأربع كلمات من ضمن 6. Pollution التلوث، attractive جميل، have يملك أو على حسب اللي جاي بعديها لو فعل يبقى حاجة تانية. أغلي قبيح، has برضو يملك أو حسب اللي جاي بعديها. polluted يعني ملوث. countryside life differs from city life. The countryside is smaller than the city and is a small area with fresh air and space. nature. nature يعني طبيعة. فإيه اللي هيجي مع طبيعة؟ attractive. nature طبيعة جميلة أو جذابة. while the city is more space and noisier. بينما ان المدينة هي ايه وكمان ضوضائية ملوثة. يبقى pollute number 2. it has a lot of فيها كثير من ايه؟ فيها كثير من التلوث. pollution number 3. both the countryside and the city different advantages and disadvantages. كل من الريف والمدينة لديه كثير من العيوب والمميزات. كده لديه يعني يملك. وانا عندي كده حاجتين اللي هي المدينة والريف جمع، والجمع ياخد هاف يبقى هاف رقم 4. بعد كده اسئلة الاختيارات. السؤال الاول. to form the noun from exhibit we add the suffix هتبقى exception اللي هي بمعنى معرض. يبقى الاجابة ION exhibition مثلا اللي جايبة لتر دي معرض. السؤال الثاني. I like to play space games. I don't like going out. انا بحب العب الالعاب الايه. انا ما بحبش اخرج. يبقى كده بحب الالعاب الداخليه. هنا جيمز مفعول فتاخد اون دور من غير الاس اللي هي الداخلي. السؤال الثالث. اسبيس از ا بيرسون هو انجويز جروينج فلاورز اور فيجيتابلز. هو الشخص اللي بيستمتع بزرع الزهور والخضروات.
هنا يبقى جاردن خليفة الخليوي، وجاردنر جارينا البستاني، ورولر يعني الحاكم او طبعا مسطره، ودنتست يعني طبيب اسنان. يبقى جاردنر البستاني او الجريني الاجابه لتربيه. السؤال الرابع، نادر won't come، let's start our meeting. start means نادر مش هيجي، يلا نبدأ الاجتماع بتاعنا. يبقى start كده معناه ايه؟ conclude ولا begin ولا finish ولا end؟ يبقى يلا نبدأ الاجتماع، begin الإجابة لتربية. السؤال الخامس، he sat on comfortable chair. the synonym of comfortable is كده، مرادف كلمة comfortable مريح هي ايه؟ كلمة مريح بتساويها كلمة relaxing ولا relaxed ولا ugly ولا uncomfortable. هنا انا بقصد بيها شيء لان بتكلم على الكرسي، يبقى كده الصفه الاخيره ان جي ريلاكسنج الاجابه لتر اي. السؤال السادس، سبيس از بوتس بليتس كابس ذات ار ميد فروم كلاي، هي عباره ان الحاجات المصنوعه من الطمي مثل الاواني والاطباق والفناجين، يبقى كده الفخار بوتري الاجابه لتر اي. بعد كده صفحه 8 نكمل باربع كلمات، انسايد بالداخل، opens يعني يفتح، views مناظر، reviews مقالات نقدية، different مختلف. The international park has flowers, trees and animals from different countries around the world. الحديقة الدولية فيها كثير من الأزهار والأشجار والحيوانات من دول مختلفة حول العالم. The international park offers a train ride where visitors can see its space parties. كده الأماكن المختلفة يبقى different number one. وبعد كده there is also a theater the park، أيضا يوجد مسرح بداخل الحديقة يبقى inside number two. بعد كده a mini zoo and a museum، there are fantastic online space about it، يوجد إيه رائع على الإنترنت، يبقى مقالات نقدية أو مراجعات يبقى number three. reviews it is based daily from 8 a.m. to 6 p.m. إنها تفتح من يوميا من الساعة 8 للساعة 6، opens number 4 تفتح. بعد كده الاختيارات، السؤال الأول as base is a period of 100 years، عبارة عن فترة من 100 سنة، month شهر، year سنة، century قرن من الزمان هي الإجابة لترسيب. السؤال الثاني، some balls were made of space or wood، بعض من الأواني مصنوعة من إيه أو الخشب، cloth قماش، pottery الفخار، wool صوف، leather gild، يبقى pottery الفخار الإجابة لتر B. السؤال الثالث، usual space art lesson at 11، إحنا عادة بنبدأ الدرس أو بيبقى عندنا درس الساعة 11 كده، مواعيد مواعيد مضارع بسيط، وبتاخد فعل في المصدر فهتبقى إيه في الإجابة لتر D. السؤال الرابع، the train is based Tanta at 7:23، القطار يغادر طنطا الساعة 7:23 دقيقة، برضه جدول مواعيدي موضوع بسيط، ترين مفرد يبقى فعل مضاف لي اس يبقى ليفز الإجابة لتر اي. بعد كده إن شاء الله أسئلة التصحيح، from the bank من البنك، turning right and go straight on، كده أنا بديله جملة أمرية يبقى فعل في المصدر وبيقول له من البنك اتجه يمينا وبعد كده سير بشكل مستقيم، يبقى فعل في المصدر بدون أي نجي يبقى تر. السؤال الثاني، I usually go to the club، أنا عادة بذهب إلى النادي، Friday afternoon، Friday الجمعة، دي جواب الكلمة اللي بعديها، Friday الجمعة بعد الظهر، أنا اللي هي الجمعة يبقى الجمعة الأيام الأسبوع، أيام الأسبوع بتاخد حرف الجر on. السؤال الثالث، What time do the train to Aswan leave؟ What time بيجي بعديها يا do يا does، does للمفرد، do للجمع، the train، train اللي هو القطار مفرد يبقى does، يبقى متى يغادر القطار إلى أسوان. بعد كده صفحة كام 11، السؤال الأول، My mother uses the space to heat food quickly، الأم بتستخدم إيه حتى تسخن الطعام بشكل جيد، بس أنا بسويني الأم بتستخدم إيه حتى تسخن الطعام بشكل جيد؟ عندي هنا كوفي ماشين اللي هي ماكينة صنع القهوة، كاتل اللي هو الغلاية، مايكرويف المايكرويف، وفريج تلاجة يبقى مايكرويف الإجابة لترسيب. بعد كده السؤال الثاني، A space is a metal pot for boiling water، عبارة عن إناء معدني لغلي المياه، توستر اللي هو جهاز تحميص العيش، كاتل الغلاية، تي في تلفاز، مايكرويف اللي هو المايكرويف، يبقى كاتل الغلاية الإجابة لتر بي.
السؤال الثالث or an space is someone who buys things from a store or shop. Or a shop. هو عبارة عن الشخص اللي بيشتري أشياء من متجر أو محل. سيف حرامي، هنا عندي سيلر بائع، كاستمر زبون، اونر يعني المالك، وكاستمر زبون لأن هو اللي بيشتري. إجابة ترسي. السؤال الرابع to get the opposite of lucky we add the prefix. هنا عشان أجيب عكس كلمة lucky بضيف prefix في أول الكلمة يبقى unlucky غير محظوظ. الإجابة لازم إيه؟ السؤال الخامس the hotel has a special space of 5 nights for the price of 3. كده الفندق عنده 3 ليالي بسعر 5 ليالي معذرة بسعر 3، فكده عنده عرض offer. الإجابة لتر إيه؟ السؤال السادس I got a free ticket for the match the antonym of word free. أنا حصلت على تذكرة free. free هنا يعني مجانية، يبقى كده عكس كلمة مجاني إيه؟ بيد مدفوعة. الإجابة لتر دي. بعد كده السؤال الأول في التصحيح إن شاء الله أجيب قلم. السؤال الأول none of the students are in the classroom، ولا واحد من الطلاب موجود في الفصل. أنا عايز كده ولا واحد، واحد يعني مفرد، و none of بيجي بعدها كلمة جمع ثم فعل مفرد are جمع فتبقى is مفرد. neither of the shoes I ordered online fit me perfectly. هنا neither of بيجي بعدها جمع ثم بيجي بعدها فعل في المضارع البسيط مع المفرد، ففيت هتبقى فيت هذا فلايس اللي بمعنى يناسب. he is popular than than يبقى صيغة مقارنة، و popular صفة طويلة فهحط more popular و than موجود يبقى more popular.